السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن وفاة عبد الله صالح القبيسي اليوم الجمعة. وكان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبتويتر وفيسبوك ومختلف المواقع هاشتاج يتحدث عن وفاة عبد الله صالح القبيسي في المملكة العربية السعودية. ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الجميع كانوا يبحثون عن صحة هذا الهاشتاج، وهو سبب وفاة عبد الله صالح القبيسي الذي تصدر ترند المملكة العربية السعودية اليوم. وبحسب ما تم نشره على مواقع تويتر، فإن عبد الله صالح القبيسي توفي بسبب صراعه مع المرض بسبب كبر سنه، هو لا يمس بسر رجل أعمال عبد الله القبيسي. وقد تداول اسم عبد الله صالح القبيسي خلال الساعات الماضية بالطلب بالدعاء للمرحوم، وخصوصا أنه من سكان أبها بالمملكة العربية السعودية. وكان ترند وهاشتاج باسم عبد الله صالح القبيسي قد كتبه أحد النشطاء، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. المرحوم بإذن ربه عبد الله صالح القبيسي أبو صالح. وتعليقات من مختلف النواحي تدعو له بالرحمة والمغفرة، وتتقدم لأسرته بخالص العداء ومشاطرتهم للأحزان في وفاة هذا الرجل الذي توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض. هكذا نقلنا لكم أسباب الوفاة وحيثيتها التي ترددت على مختلف مواقع السوشيال ميديا منذ ساعات قليلة، وتحدثت عن وفاة عبد الله صالح القبيسي، وهناك تشابه في الأسماء بينه وبين رجل الأعمال المعروف عبد الله القبيسي، وهو من سكان أبها، وكانت الوفاة بسبب كبر السن وعدم المقدرة على تحمل المرض. نتقدم بخالص العزاء وأصدق الدعاء إلى أسرة المرحوم عبد الله صالح القبيسي رحمه الله، وغفر له وأسكنه وفسح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.